سال جون فلوتر، احمد سعيد، عبد الله عبد السلام يرفعها لاحمد قطب في المنطقه الخلفيه ويطلع قطب ويخلص النقطه ويخلص المباراه علشان يتوج فريق النادي الاهلي ببطوله الدوري لهذا العام. وفرحه كبيره 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 كبيره. يا سلام، مبروك لفريق النادي الاهلي الفوز بلقب الدوري العام لموسم 2017-2018، وهارد لك لفريق نادي سموحه، وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي في بطوله افريقيا المزمع اقامتها يوم 25 بصاله النادي الاهلي بالجزيره. اعزائي متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي، سعدت بلقائكم وارجو ان اكون قد اسعدتكم. شكرا.